هو لما قلت ان جبهه التحرير والارندي عاود رجعوا من جديد يعني بعد ما كان الشعب، لان الشعب الان هو مستقيل. الشعب الان ما لا وجود له. كاين سلطه وراها تلعب في لعبه، هي اللي تفرض، هي اللي تدير الامور، هي اللي تدير الانتخابات، هي اللي تفرض حتى الناس اللي يشوا. مثلا هذا حزب جبهه التحرير او الرن، انا قلتها سابقا في الحصه اللي فاتت، يستحال استحاله قطعيه ان اي انتخابات بلديه تشريعيه بالبهم يكون الا يكون جبهه التحرير هي الاولى مع الرم. مستحيل باش شي حزب واحد اخر، حتى وذكر راح يديروا اعتماد تحت والله، وراح يزيح هذين الحزبين اللي هما مصدر الرداء، هما مصدر البلاء اللي رانا فيه. لا يعني مستحيل. ولذلك هو الان عنده الحق يتكلم، لانه هو وحده راهو في الملعب، راهو ما يتكلم، عنده الحق يتكلم ويتكلم بما يريد. لكن ان شاء الله باذن الله اذا ربي يعني يسر الامور وجات دوله المؤسسات وفصل السلطات وتكون الاراده السياسيه بها تكون انتخابات حره، هذا هذو اقسم بالله لن يكون لهم مكان في السياسه في الجزائر. ولكن بالنسبه للشرفي انه هناك انتخابات، عندنا انتخابات حلال الان يعني، ولا يهم. المهم استكملنا البناء المؤسساتي كما يصفه وتبون، حتى لو 2% مع انه 65% بارقام السلطه طبعا المثيره للجدل قاطعوا هذه الانتخابات. والله كاين عندي ملاحظه فقط في قضيه شرفي لما قال الانتخابات حلال، يعني والعياذ بالله هذا الشعب الجزائري كان عايش في الحرام من 62، احنا في الحرام، انتخابات كلها حرام، برؤسائها، بوزرائها، ببرلماناتها، يعني ولينا هذه المصطلحات اللي لا يعني مش عازمينهم يخترعوا هذه. حتى علماء الاجتماع وعلماء النفس راح رش تحبس، عمرها ما سمعنا هذا الكلام، يعني انتخابات حلال وانتخابات حرام. على ذلك هو الحقيقة شرفي هو راهو يسير المنظومة ويقول يعني لترضية السلطة وفقط، يعني لا يخذ حقيقة بمحمل الجد لما يصرع به ولما يقوله. والدليل لما هو يقول حلال ويجيك واحد بالأمر اللي راهو مفروض علينا، يعني أكبر حزب هو يعترف ويقول لك راهو فيه المال الفاسد وراهو فيه يعني يديروا المصيبه، ومن بعد يبداوا يصرحوا تصريحات وهم يشرحوا لنا كيف وقع وكيف، وهم اسبابه، هم مصدر ما نعانيه اليوم، ما يعانيه الشعب اليوم. طيب يدخلوا النيه في الهبال بحسب تعبير تبون في رايك. طبعا باجي كذلك يشتكي من المال الفاسد ومن التصوير، يقول بانه تم التصوير على الافلال في العاصمه وفي تيارتي. اولا انا كنت لما تتكلم على قضيه المال فانا اللي تهمني انا، كيف يعني حزب جبهه التحرير ده الاغلبيه كلها؟ انت يعني منذ قليل كنت قلت لي بان الشعب قال فلان راندي ديكاج يعني تروحوا، وعاودوا هما يرشوا من جديد، ويعني هما مفروضين علينا. هذا اكثر من التصوير واكثر من الملفات، لان لما انسان يفرض عليك فرضا، زد على ذلك انا لو ان هذا الدباعجي هذا يا راهو عسكر من الغالبيه تاع البلديات منذ سنين، يعني كيف هو حال البلديات؟ كيف عبر التراب يعني؟ كيف هي البنيه التحتيه؟ كيف هي شبكه الطرقات؟ كيف هي يعني قضيه المياه اللي تعاني منها الناس؟ كيف يعني لما يجي الشتاء الناس كل حاطتها على قلوبها يعني؟ للكوارث لا توقع، يجي الصيف نفس الاشكال. ورئيس البلدية ما هو دور رئيس البلدية؟ هو انه يحل مشاكل كل اللي عنده في البلدية تاعو. هل يعني رانا نشوفوا في رئيس البلدية طيب في المستوى ولهم القدرة لحل المشاكل؟ يعني شي يشد الموضة تاعو ويحسن الوضع المادي تاعو ويروح ويجي الاخر ثاني كيف وهكذا. طيب ولكن هناك من الجزائريين من خرجوا صح يقولوا لا فلان راندي ديكاج، ولكن أليس حقيقة كذلك أن هناك من الجزائريين، قطاع من الجزائريين شارك في هذه الانتخابات، ترشح، هناك من صوت على الأفلان وعلى الأرندي، وهناك
من تحالف باسم أنهم أحرار مع الأرندي والأفلان، واللي ما لم يفلح في التحالف يصبح رئيس بلدية أو يحصل على ما يريد في المجالس البلدية أصبح ينتقد فلول وأذناب العيسى. والله هنا راح تقودني لشيء الأمر آخر، وهو أن لما تقول لي كاين الناس دخلوا للانتخابات وناس شاركوا وناس هذه يعني مستوى الوعي، والشعب هذا هو فيه الغط وفيه السمين للأسف الشديد. هذو أبناء وطننا وقوتنا، ويعني يقولها بمرارة، ناس لهم القابلية للرداءة، لهم القابلية أنهم القنوع والخضوع، ويعني يمشوا في هذه اللعبة هذه تاع السياسة اللي داخل البلاد. هذه ما نكرش، هذا واقع، هذا فيه فئة كبيرة من الشعب الجزائري راضية بهذا الأمر، ولها القابلية للرداءة ولها القابلية باش لأن حتى كاين الناس علاش داخلين الانتخابات في البلدية الآن داخل لأمر شخصي فقط لا علاقة له لا بتسيير ولا تنمية ولا لإيجاد حلول. والدليل أنني في الحملة الانتخابية كنت شفت بعض المقتطفات، يعني للأسف الشديد وراح حتى الكلام مش عارف يتكلم، يعني كلام مرة تدورها موعظة، مرة تدورها يحكي لك عن التاريخ وعن الشرعية الثورية، وهذا رئيس بلدية جد انتهى لازم تحكي لي تقول لي ما هو الحلول اللي راح تديرها. ويعني في بداية الحصة كنت أتكلم عن الاقتصاد، الاقتصاد اللي هو يعني هو كل شيء في البلد باش تنهض، تعتمد على الاقتصاد. الدول الكبرى عالميا علاش تعتمد على الاقتصاد؟ طيب. ورئيس البلدية في الدول المتطورة هو كل شيء، مثلا في فرنسا اللي هم يشاهدوا بها وهي القبلة تاعهم، رئيس البلدية هو اللي ترشح يولي رئيس جمهورية. لكن احنا حتى رئيس بلديه كوهر واعطي العور، يعني يجيبوا حتى ما يقراش ما يجي رئيس بلديه.